يا خرطوشه هو حرق. بابا الهرب مني هقتلها. لا يا خرطوشه لا بنتي. يا علي يا خرطوشه هتقتل بنتك؟ انا هيقلك يا سمار. لا دي بنتي انا ما تلبسش نفسك جنافه واللي عندك يا خرطوشه. انا خلاص مفيش حاجه اخاف عليها حضره الضابط. انا بتعامل زي برميل البنزين اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويقلع في الكل. قلت انا خلاص مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضره الضابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اقف مكانك. اهدى بالله واعقل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوه هقتله. وتقتله انت ليه؟ مع انك البيعه دي الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشه؟ انا بعترف يا باشا. هتعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. انا تاجر سلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. انت تاجر فين؟ في السلاح وصعده وفي المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. احارب. انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟ خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت احسن ابنك كانت ايدك علت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك وكان زمانك شهيد. والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. المخزن جوه كده يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابن السنديدي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حامد عمل لك حاجة ولا إيه؟ عيل جبان داخلين المأمورية وأنت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله آخر رجل يقدم رجله آخر رجل. أنا جاله تليفون تليفون وإحنا داخلين المأمورية. عيل سيس يا عم. أه طبعا عيل سيس. أنا أبقى ظابط محترم داخل المأمورية وأديله تليفون يبقى عايز. يا دي الكسفة. أه بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. إيه يا ابني أنت فين؟ كلمتك كذا مرة ما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شوية شغل لسه مخلصه. أه طب ما تتأخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافة السكة بس انت بصير العروسة. بسيتك العافية يا حبيبي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. السلام. صباح الخير يا أبوي. صباح الخير يا ولدي. صباح الخير يا جابر. صباح الخير يا عريس. قوم يا عاد قوم قول لهم يجيبوا لنا القهوة. عمرك يا سيدي النهر. لا افطر قطر ياكلك. هي سبع ولا طبع؟ 107 يا ابوي. ايه رأيك في نجاوة ابوك؟ ما فيش احسن من كده يا ابوي. خير ما اخترت. يلا شد حيلك وتجدعن. عايزينك تملنا البيت عيال عشان نبقوا عزوة. حد يبقى ابوه الكبير ويحتاج عزوة تاني. المهم نتكلموا في الشغل. حاضر يا كبير. عاوزك تشد لنا مكتوب للخواجة البيع على اللابتوب بتاعك عشان نتفقوا على العملية الجديدة. أمرك يا كبير. يا مسهل يا رب. هيسهل تخافش هيسهل بس انت شوف شغلك. دياب سفر اتفق على عملية جديدة واحنا هنا قاعدين زي الولاية ويدنا على خدنا. نفسي اشوف فيهم يوم يابا. نفسي اشوف فيهم يوم. بدل ما تقعدوا تقروا وتنكتوا في دي روحوا اشتغلوا زي ولاد عمكم عشان تبقوا رجالة مالوا خلقاتكم. نشتغلوا كيف وهم واكلين السوق كله وبيهموا لنا الفتافيت. يعني يا ابوي هو احنا نعرف ندخلوا حته سلاح واحده في البلد دي من خيره العمي؟ ها
ده كان دخلنا بالنار من غير ما نصعبه عليه وتوانى بلابيسي كمان لانكم هفيه وملكمش وزن. خبري عادي يا ابوي، ناقصين هم احنا. ايوه ناقصين مخ ومعارفينش تفكروا صح. وايه هو الصح عادي يا ابوي؟ خليهم يشتغلوا ويلموا الفلوس عشان نصيب منصور واد نجيب اختكم. هم ليهم غيره؟ وفرد جابر خلف واد تاني من اي مره من حريمه، يعني يعملوا ايه وقتها؟ او دياب خلف من حكمه بنت الطراشني. ولو برضيك هيبقى لنا في فلوسهم نصيب منصور الصغير واد نجيب اختكم. وده يجي ايه بحر فلوسهم؟ احنا وقت تسند السير بدل ما نتصادموا مع منصور ونروح كلنا في توكر. يا محروس ازاي بندخل البضاعة؟ شوف ووعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك يا محروس كيفك؟ الحمد لله. مش معانا يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. جيت افرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بالك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل. لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس. وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ديت ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان. والتوزيع ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. امو يا رجاله هزعل عليك قوي يا عم. هتعزم ايه؟ لا يا باشا خد الزبون. جابر يلا 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 جابر جابر. الف مبروك يا باشا على العمليه والترقيه. الله يبارك فيك يا طاهر. بركه فيك. انت الجندي المجهول. ولحد امتى هفضل مجهول يا باشا؟ لحد ما العمليه تخلص. الله ما هي خلصت خلاص. خلصت يا باشا. جابر مات ودياب اتمسك. لسه راس الحقيقه منصور. طب بمناسبه منصور بقى يا باشا خد بالك شكله ناويلك على نيه سودي وهو ده اللي خلانا اكلمك واجيلك. وعرفني منين؟ معرفش بس شكله كده سأل وطقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وقبضت على دياب. ماشي ماشي خد بالك من نفسك يا باشا. ما تقلقش عليا. انا عايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات. عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعه اللي بيتعامل معاهم بره مصر عشان نقفل العمليه على نظافه. ساعتها بقى حلو وعدك ان انا هكلم الساده المسؤولين يرقوك ويدوك مكافاه.
يدينا ويديك طولة العمر يا باشي. يعني بس كنت يعني محتاج مكافأة كده صغيرة زي المكافأة اللي سيادتك خدتها. اصبر محوشهم لك عشان يملوا عينك الفارغة. طب ان شاء الله ورك فارغة حتى اصبر به نفسي. يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصور وعياله؟ ماني لازم نعمل كده يا باشا عشان يصدقوا انني معاهم. طب اخويا استنى. يا ساتر على الدناوة. ايوه كده يا باشا. خد الخمسينية دي حل بيها بقى. وهو البق ده برضو يا باشا يتحلى بخمسيناية. ده أقل تورتايه النهاردة بأكتر من 100 جنيه. تورتايه؟ بلاش تورتايه، خليها عسلياه، هي أفيد ليك ولصحتك بدل ما تدخن. حكيم أنت لما بتدخن مخك بيدخن. سلام. سلام يا باشا. ماشي. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 12/6 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. ما أنا أنت ود الهلالي. مفيش احلى من كده. 4 ايام في البحر، لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي ده واد جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقال قوي يا حسين. انت سمعت ايه؟ يا بنتي مش سامع حاجة. تستهبل؟ احلفي. والله رحت للدكتورة وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي الحمد لله. يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله يا رب. هبقى أب يا بحر. ممكن أروح أجيب حاجة؟ لا 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 لا، أنت تيجي هنا تعالي كده، اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش في أي حاجة. يا ستي مالكيش دعوة. عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكل. يا ما انت كريم يا رب، اوعي تلعبي في اي حاجه. حاضر. يا ابو سلمى الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان انت هادي حاجه دي كده نادي ادي منين بقى؟ اه جبنه عيش فاكهه وفي حلاوه حمايه كمان دي بقى. عشان انت هادي حاجه دي كده نادي وانت سامع الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. الله هتبقى اب يا حسام، امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك. مع الف سلامه. ماما. ايه حماد؟ باركيلي. ابارك لك على ايه؟ سياده اللواء حمايه نقل لي مع حسام اخويا الاداره. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك، الف مبروك. ده حسام هيفرح قوي بالخبر ده. وده انا هكلمه حالا ابشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. ايه عشان البوتاسيوم؟ ده بوتاسيوم صح؟ ده اكيد بيعمل حاجه. تفاح اكيد بيعمل حاجه. أوه. يا محمد ده وقتك. الو يا محمد، خير ان شاء الله؟ ما تحذر فزر كده، انا عاوزك في ايه يا سيدي؟ وده وقته؟ قول لي انت في ايه. سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره.
بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. ألف مبروك يا حضرة الظابط، بسم الله ما شاء الله. ده أنت جيت تحت درسي، 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعة. وأنا تحت أمر تدوير مكتب سعادتك. أما أنا عارف إنك تحت أمري، غصب عنك تحت أمري. أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا حاجة. بص لإيدين أمك بس وقولها تتعلم. خد بالك مني لغاية ما أرجع ياض. إيه يا عم أنت مالك مستعجل كده ليه؟ بقول لك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما أجيلك. سلام. علشان انت هادي انا هاخدك النادي، علشان انت هادي انا هاخد دي بدلها. كيوي اكيد برضو ليه لازمه. يلا سلمى بص بقى بجد. سلمى سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا اكلمك هديتك يا عريق. سلمى ادخل. خير يا فندم؟ في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في يا فندم؟ حكى لقتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المخدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب حسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت. شد حيلك يا محمد. الحمد لله على السلامة يا حسام، نورت بيتك. ايه يا حسام؟ بقولك نورت بيتك. توحد الله كده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا عارف إن الصدمة كانت شديدة بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين، سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. انت فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما اتجننش، هبات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها تنده اللي جوه، روح انت عشان ادخل لها. حسام ايوه يا محمد، عينيك على اخوك مش عايز يتهور ويبوظ العمليه. انا وافقت اطلعه عشان ظروفه بس. ما تقلقش يا فندم، حسام مهما حصل برضه ظابط عنده خبره وعارف حدوده كويس. ماشي سامي،
اطمن احنا كلنا جنبه. ماشي يا باشا، مع السلامة. ارمي سلاحك انت اهو، انزل على ركبك. براحتك يا ولد الهلالي، اقبض علي، انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك. واصل حسام؟ لا يا حسام، حسام معتز! سامحنا معتز، سامحنا صاحبي، والله العظيم ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطرا. معتز استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر البنت ومراته. معتز حبيبي يا حسام، حبيبي اللي حصل لك، اللي حصل له يا حسام. الحمد لله. ايه اللي عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسام؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل له ايه؟ حصل تعامل اثناء المأمورية. ف الله يحرق المأموريات بتاعك على الشغلانة بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسال الدكتور، هسال الدكتور عن الحاله. طب روح اسال الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده. بس انت غلطان برضه يا حسام، ما كانش المفروض تعمل كده، البلد فيها قانون. خوفت المحامين بتوعه يطبخوها ويطلعوا منها، انت عارفهم يعملوها. احسن لو كل واحد عمل زيك كده، احنا بقى عايشين في غابه. غصب عني يا محمد، ما قدرتش امسك نفسي. عموما انا والمجموعه اللي كانت في العمليه شهدنا ان منصور كان عاوز يقتلك، وان انت قتلته دفاعا عن النفس. كنا معتز اتزحلق في العمليه ووقع. ليه عملت كده؟ غصب عني، ما قدرتش اورطه. قال لله يا فندم. حياتك يا بس. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك الباقي، اتفضل. يا ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل. قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنه مهدئه ومفيش فايده. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلم. ربنا يصبرك يا ايمان. ربنا صبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه، اتيتمت بدري. انا اسف، والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، إني أستاهل أكتر من كده. حسام، حسام، أنا بقول يلا بينا، يلا، يلا. معلش أنا آسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام إيمان. معلش الباقي في حياتك مرة تانية. شكرا.
ما هي أقوال؟ أنا هقول لجنابك على كل حاجة يا بيه. قول. حسام بيه كان مؤنس مع الكبير يا سعادة البيه. ويطلع مين حسام بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسام بيه الهلالي الضابط اللي قتل الكبير، والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه. كان مؤنس معاه ازاي يعني؟ ما هو كان فيه شغل بيناتهم يا سعادة الباشا. وحسام بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عملية بيعملها للكبير على داير المليم يا سعادة البيه. كمل. وبعدين يا سعادة البيه في يوم حسام بيه طمع وطلب من الكبير نسبة أكبر من اللي بيديها له يا سعادة البيه، راح الكبير رفض. حسام بيه خلي بيه يا سعادة البيه وكبس على الرجالة هما بيستلموا البضاعة، كل ده عشان يلوي دراع الكبير. وراح يا سعادة البيه قتل له جابر ولده الكبير وسجن له دياب ولده الصغير. راح الكبير ما كتبش خبر وراح قتل مرات حسام بيه الهلالي. حسام بيه النار جدت في قلبه، راح قتل الكبير عشان ينتقم منيه يا سعادة البيه. وايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده؟ هو ولا مؤاخذة يا باشا، الحاجات دي عليها دليل. طب ده حسام بيه بعد كل عملية ما كانش بيبقي من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليم واحد. كمل وبعدين؟ هقول لك يا باشا، الكبير الله يرحمه كان راجل حجاني ويخاف ربنا. ده حتى في اواخر ايامه بعت لحسام بيه في شقته اللي هي بتاعت مساكن الضباط دي صندوق مليان فلوس، يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه. عندك اقوال تانية؟ انا قلت اللي خلص ذمتي قدامك يا باشا. سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معانا. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط، في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن النيابه. انا اسف يا فندم مره تانية، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم اكيد في حاجه غلط. استنى شند، انا عايز النيابه فعلا. ضمي وادخل خلاص، ما فيش حاجه. طب حسام عايز حاجه؟ في حاجه غلط اكيد، هعرف في واد على طول، ما تقلقوش. يلا ماشي يا باشا، انا تحت امرك. توكل على الله.
حبيبي اتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع. يلا خلي بالك من نفسك، خد امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا. نمشي قدام. اتفضل يا بيه، البيت كله قدامك، حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. صاروا في البيت كمان. صاروا حاجة ساعدكم يا باشا؟ مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاعي كنت جايبه ايام الله يرحمه، حته من جهازي. اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه يا باشا. حسام بيه احنا اسفين، مضطر اقبض عليك. يا باشا انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من اثنين رجاله قبل العمليه وكان. انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل إدانة واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقة، والمقدم حسام غلط واللي غلط لازم يتعاقب. أمرنا نحن ورئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمة التحقيق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد. جاهل يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اولا الرقصة حنجلي والنسر اللي معلقوا على كتافك هخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير وما راحش. محكمة! يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاس، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط. متوكد انه وقت. ايوه يا سيدي يا وقت، ومنصور كمان وزي القمر شبهك. الف مبروك يا ابو منصور، يتربى في عزك. يبارك فيك يبارك فيك يا وجدان، يبارك. نفسي نفسي اشوفه، نفسي نفسي اضمه. انا مش عارف اقول لك ايه يا طه، مش عارف اقول لك ليه. انت من النهارده دراع يمين. انا ما عملتش حاجه، ده انا ما عملتش غير الواجب، وبعدين انا لحم الدافي من خيرك. بس هو يعني ايه؟ حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست، حكمت بخير والحمد لله، بس فيه مخزن من المخازن اتسرق.
بتقول ايه؟ أنا رحت أنا والست حكمة أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق، ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجر يعمل كده، كان خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر، تاخد وحدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني انا ما اعرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وحدان خبره زين، المخزن الاحتياطي ده كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. بحب 16 واحدة عريان في وقت واحد، نصب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط غيرك من نيري ليه؟ إيه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا. يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمة. جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هناك كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيال. ايه ده؟ هما لسه عاوزين ال 40% عمولة برضك؟ ما قدمناش حل غير كده. أنا عارف إنه طماع وبيستغل وضعي، بس نعمله إيه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجة ناكلها. عيني. محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمة مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على الراس يا عمو. ومن النهاردة يحرم عليا اذيتك لوم الدين. يعني خلاص لعله اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول. وعلى فكرة بقى، انا كنت مزقوق عليك وواخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين. بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لعله ايه اللي حدفك الحادثه السودا دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد وكانت القضيه 6 شهور. انا افتكرت طمعي وغباوتي. ما انت عارف أنا طول عمري شغال في البلطجة، قلبت التخصص وقلت أشتغل في النصب، طلعت الطلعة والتانية وللأسف بقى في التالتة وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا أخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجة والأشياء بومبون، إيه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفة، علم، شياكة، أخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس، البس. سيبك منه يا معلم. ما يقع الله الشاطر. عندك حق يا دبوب، ما يقع الله الشاطر. يا حسام باشا، انا عايز اقول لك على حاجه. ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حقك غلط، وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك. احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا؟ ايه؟ في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص. نظاره مش شايف اي حاجه خالص. لعله عشان خاطر حسام باشا النضاره. انا اكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ابني يا عم؟ في ايه؟ شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا لا لا، خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. طمني عليك، اخبار الشغل يا محمد؟ والله الحال مش ولا ولا، في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف،
عارف؟ اه عارف. احب اقول لك مين؟ دياب البطاشة. في حد مش شرط حسين؟ لا شرط، وانا متاكد من اللي بقوله لك، ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه. في واد اسمه طاهر المصطفى شغال في الاداره عندنا في البوفيه متطوع. الواد ده انا كنت زارعه وسط البطاطش عشان يجيب لي اخبارهم اول باول. وازاي واد مهم زي ده شغال في الاداره ومحدش يعرف حاجه عنه؟ لانه كان عميل سر، محدش يعرف عنه حاجه. واول ما القضيه خلصت مهمته خلصت، وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجه. ولسه شغال في بوفيه الاداره؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ انا من ساعه اللي حصل لحسام بيه وانا ماليش اي دعوه بالشغلانه دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعاده الباشا، انا دلوقتي بشتغل شغلانه تانيه. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شويه وقت وانا هعس، واي حاجه هعرفها حاجه اقولها لك. هتجيب لي المعلومات امتى؟ قول يا رب يا سعاده الباشا. اي معلومه تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طه. اوامرك يا باشا. ما تقوم يا دي واحده، انت اعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي بره، وخلي يجهز نفسه العملية الجديدة، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لانه الشحن حتكون على وصوله ظرف ايام. الله اكبر، هو ده الكلام؟ خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبنا الخساره دي. عاوزك تتصل على الحكومه وتقول لهم على مكان وزمان العمليه، وتقول لهم انه دياب حيبقى في العمليه كمان، ولما يسالوك عن اسمك تقول لهم فعل خير وتقفل السكه جوا. مفهوم؟ والنعمه الشريفه اني ما فاهم حاجه. كيف يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا؟ كيف؟ انا اقول لكم، عاوز الحكومه تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم احنا هنخلصوا عليه. وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. اول هام نخلص من عمي وعياله ومحدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام محدش حيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومه تعرف انه دياب اتقتل في العمليه دي. فاهم حاجه يا مصطفى؟ ايوه طبعا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعمله تمثيليه على الحكومه عشان نقفلوا صفحه دياب ونشتغلوا على نظافه. والله وجات لك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمه يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو واني ودياب، ومحدش يقاسمنا في لقمه عيشنا. الضابط محمد والقوة اللي معاه اكدت ان انت ميت، والتحليل اللي هو اسمه ايه ايوه هو ده ما عرفوش يعملوه، لان الجثث كلها اتفحمت وشكلهم كده. قريب قوي هيعملوا لك شهاده وفاه باذن الله. اهلا يا استاذ حسام الهلالي، اتفضل. شغل على الصور. امضي لي بقى انك استلمت حاجتك. حاضر أمضيلك. تفتكر هنا أحسن ولا بره أحسن على السور؟ أهو كله محصل بعضه يا ابني، هنا سجن صغير وبره سجن كبير، وده إحنا عايشين. صح، بره سجن كبير. ماشي. يبقى خلينا نشوفك بقى. نشوفك في السجن الكبير بقى على السور. إن شاء الله. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دفعة.
مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي معارفي مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجأة ولا كأنهم يعرفوني ولا يعشروني. تخيلي النهاردة رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانة كده تمشي الحال يعني. تخيلي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، على كل الناس، حتى عليك انت محمد وشام، مش هنضحك على بعض. صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالي على نفسي. ما تقولش كده يا حسام، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقه يا امي، دي الحقيقه. ده انا مقهور قهرك والله يا ماما، مقهور قهرك، صبر على نفسي قوي. صباح الخير. ود الهلالي هم البيت امه وراح يعيش في بيته في مساكن الضباط. جهز نفسك واستنى مني اشاره عشان لازم نزوره، وزياره قريبه كمان. امرك يا كبير بالاذن. مدي شوية لوكا. أني شقة؟ هي دي يا ماما. متأكدة يا لولو؟ أيوة هي دي. في إيه يا مال؟ مالها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز الله يرحمه، بقاله أكتر من 3 سنين مش عايش فيها. مفيش مشكلة، ما هو ممكن يكون بيأجرها. غرف الإيجار. احنا بقى هنفضل كل الشغل. حسام ازيك يا مان؟ وازاي ملك؟ ملك كانت كويسه لحد ما حد فتح لها الباب وخوفها. هي بسم الله ما شاء الله كبرت بقت عروسه. ازيك يا ملوك؟ ابعد عني يا وحش. حبيبتي انا مش وحش، انت خايفه مني ولا ايه؟ ولا طبعا خايفه، دي طفله وانت طالع لها بالمسدس وبترعبها، عايزه تعمل ايه يعني؟ ما تخافش. بس يا عمر، ده عمر اخويا. بس اهلا وسهلا يا استاذ عمر. انت وصلت امتى؟ ما جيت الحق، انا وصلت وما وصلتش. بص بقى ملوكه، مش عايزك تزعلي مني، انا اسف، انا كنت متغاظ عشان انتوا بتلعبوا كوره من غيري، كنت عايز العب معاكم فخرجت زعقت، والمسدس ده لعبه، هجيب لك واحد زيه طلع ميه، ايه رايك؟ خلاص صافي يا لبن. بص بقى متشوق، احلقه عشان خاطر عينيك يا احلقه، اتفقنا؟ كل سنة وانت طيب يا سلمى، كل سنة وانت طيب يا حمد.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Selma. Happy birthday to you. انا بدور عليك من زمان. فاكر دي؟ فاكرها؟ لو اقدر اذبحك 100 مره هذبحك. فاهم عليك يا طاهر، اهو قد الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيره تاهت وما حدش حيقدر يتابعها. مش ناقص غير ان انت تلعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعه نجيبها من بره نبيعها وناكل فيها لقمه عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ احنا بحاجه لرجال. ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعه، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخبازه، هات مهربين بالأجرة يخلصوا لك المسألة دي. دول مش عاوزين أجرة، عاوزين نسبة ما تقلش عن 40% من كل عملية. يا دين النبي 40%؟ وغير كده أنا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعة للمخازن ناقصة. لا بضاعة إيه دي اللي توصل ناقصة؟ وده كلام؟ طب يعني إحنا هنفضل قاعدين حاطين إيدينا على خدنا كده وإحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب، سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا دي وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. هي ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام دي كان شغال ضابط في المكافحة والحكومة رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضية ورميناه في السجن؟ قول يا طاهر، انت هتقول لي قصة حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعة من بره. انت بتخرف، بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمت، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجالة الحكومة وعارف ألعبهم وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبة لنا زي جوكر الكوتشيني، نقش بيه وبعد كده نحرقه. ونعرف منين انه حيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقه والحكومه رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجه هينه قدام اللي حيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقوم على عمر. اسكت يا حكمت، انا قلت حقتله يعني حقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين، مجبورين، ما فيش قدامنا حل غير كده. طاهر، اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيد الناس. يا مرحب يا حسام باشي، يا مرحب. ده ايه النور ده؟ دي الشركه نورت بدخلتك عليها. والله الشركة منورة بأصحابها. أنا مش مصدق نفسي من الفرح. أنا الودي ودي أفرشك الأرض رملة. إيه يا واد شغل الفواعلية اللي أنت فيه ده يا واد؟ ما تنزل شكارة الأسمنت من على كتفك وأنت بتسلم عليه، عيب كده. نزل ياض رجلك. نزل رجلك عيب. حسام بيه مش محتاج للمحلسة دي، حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشا. اتفضل أفرجك على مكتبك الجديد، اتفضل. اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه، اتفضل.
اتفضل يا حسام بيه اتفضل. ايوه من هنا. ها ايه رايك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا انا عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد ده، انا دافع فيه دم قلبي، بس والله مش خساره فيك، ده احنا بينا عيش وملح واني لحم اكتافي من خيرك، وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوص. تكنيله عليك وعلى اندفاعك، دايما كده مندفع وحريق لي كل مفاجاتي. تشرب ايه يا حسام بيه؟ لا ولا حاجه طبعا شكرا. لا ازاي؟ اياكش يا رب بعد ما كمل اخويا ده، لا انت شارب حاجه. خلاص 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 شاي، انت شاي. هات شاي بسرعه بسرعه. انا عايزك بقى تورينا الهمه، تورينا الشغل، واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر هديك في ايدك 5000 جنيه، ولو حبيت تشتري عربيه بالقسط او اي حاجه انا رقبتي سداده، الخير كتير والحمد لله. ده انا ممكن كمان افتح لك حساب في البنك واحط لك فيه المرتب بتاعك والقسط يبقى يتخصم منه. ها ايه قولك؟ إيمان. ايه ده حسام؟ دي عربيه جديده؟ ايه رايك؟ مبروك. الله يبارك فيكي، جبتها بالقسط عشان اترحم بقى من زحمه المواصلات. ايه رايك يا ملوك؟ يعني الله، وانت ركبتيها عشان تقولي يعني؟ امال لما تسوقي هتقولي ايه؟ انا لسه صغيره وانت عارف كده. انا عارف يا ستي، بس انت مش هتسوقيها لوحدي، انا هسوقها معاك. ايه رايك؟ اتفقنا. ايه اتفقنا؟ بالمناسبه دي هعمل لكم بكره يوم رياضي. يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اقصد نحتفل بالعربيه الجديده، نخرج نتفسح نمشى شويه يعني، عشان خاطر ملوك. ولا ايه ملوك؟ هنيجي طبعا. اهو شفت بقى، ماشي هتيجي لو مالك وافقت. يعني انا موافقه. ايه مالك موافقه؟ طب خلاص انا موافقه. يعني احتمال ماما تبقى موجوده، شاهين ده حصان الصغير، يعني لو نتبسط شويه. يا ريت. طيب اشوفكم الصبح ان شاء الله. باذن الله. صباح الخير. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامه. الله ينور عليك يا باشي، هو ده الشغل ولا بلاش؟ انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة، انا ما جاليش نوم. ايه السلام؟ وشمعنى يعني الشحنة دي؟ ما انا ياما خلصت لكم شحنات، ايه المشكلة في دي؟ يعني فيها ايه دي غريبة يعني؟ لا يا باشي، اصل الشحنة دي زبدة الزبد. زبدة الزبد؟ مش فاهم. افهمك؟ أو أنت لازم تفهم، لأن أنت خلاص يعني بقيت واحد مننا، ما بقيتش غريب. الشحنة اللي أنت دخلتها بشطارتك دي فياجرا صيني متهربة في لعب أطفال. يا نهار أبوك أسود، بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها من الصين؟ الله ينور عليك، هو ده أصل الشغلانة والباقي كله تمويه. ده أنا حوديكوا في 60 داهية، أنتوا إزاي تخلوني أشترك في جريمة زي دي؟ جريمته جريمته لا سمح الله، هو إحنا قتلنا قتيل؟ دي تجارة. ده تهريب تهريب؟ أنت ناسي يا طاهر أنا كنت إيه؟ كنت يا باشي كنت، إنما أنت دلوقتي حاجة تانية، رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك. وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير، فيه ناس غلابه يا حسام بيه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم ورقبتهم قد السمسمة. اسألني احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابة دول يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم وبيوتهم ما تتخربش. انت اكيد اتجننت في دماغك. ما تكبرش الموضوع يا حسام بيه، ما تكبرش الموضوع واحسبها بالعقل. عقل؟ انت خليت فيها عقل؟ انتوا عايزين نخالف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسام بيه؟ المبادئ دي خلاص ما عادتش بتاكل عيش، بعت
بيعه واستفيد بفلوسه بدل ما تصدي جواك وتضطر تبيعها ببلاش بعد كده. انت الظاهر نسيت نفسك يا طاهر مصطفى. انا عمري ما نسيت نفسي، بس الظاهر ان انت اللي نسيت. نسيت انك رد سجون وما بقيتش الباشا بتاع زمان. طاهر مصطفى، اني بوعيك يا باشا، اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها. تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومة غير المرمطة وقلة القيمة وآخرة المتمة؟ استغنوا عنك ورموك في السجن. عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض، ما بيخافوش على بعض، إنما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض، لأن المصلحة واحدة. حق مش عليك، أنا اللي استاهل ضرب الجزمة إني قابلت أشتغل مع واحد وقتي زيك. ماشي، أني واطي، بس يكون في علمك أنت مفيش حد هيوظفك ولا هيديلك المرتب اللي أنا بديهولك، وخصوصا لما أعرفوا إن أنت سوابق. برا الباب ده مستنيك الفقر وقلة القيمة، ودول ما بيرحموش حد. اسمع كلامي، اسمع كلامي، وانا خليك تلعب بالفلوس لعب، واخلي الكبير والصغير يعمل لك 1000 حساب. احسبها يا باشا، بس يا ريت تحسبها صح. حسبتها يا طاهر مصطفى، واموت من الجوع اشرف لي نبيع كرامتي الواحد واطي ووسخ زيك. اديني جيت. ايه يا بقى المفاجأة اللي انت جايبني عشان الحتة المقطوعة دي يا طاهر؟ فيه موضوع مهم ولازم نتكلم فيه يا حسام. يا حسام؟ ماشي، ايه بقى الموضوع المهم؟ كنت عارف انك عايش، كنت عارف ان ما ادخلش عليك، وكنت مستني اليوم اللي اشوفك فيه عشان اقتلك يا دياب، وكنت عارف اننا هتقابله. هقتلك يا دياب. يا سنة سوخي، يا سنة سوخي، ما يصحش كده. استهدى بالله، استهدى بالله، استهدى بالله. ايه يا حسام بيه، مش كده؟ احنا النهارده حياتنا كلنا متعلقه ببعض، عشان كده لازم نهدى. نهدى ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ وبعدين انت ايه اللي دخلك وسطينا يا زباله يا واطي؟ انتوا الاثنين اللي دخلتوني، وانتوا الاثنين استغلتوني. كل واحد فيكم افتكر انه اشتراني، لكن أنا خدمتكم وبحبكم انتوا الاثنين. انت ما بتحبش غير نفسك، عشان كده بعتني واشتغلت مع دياب. واشتغل معاك، ما تنساش، وباع ابويا واخويا كمان. وشهد عليا زور. كلنا غلطنا، وما فيش حد ما بيغلطش، وكلنا عدينا الخط، ودلوقتي لازم نتفق. نتفق؟ ايوه نتفقوا. هات من الاخر يا دياب، عايز ايه؟
دياب دلوقتي حد تاني غير اللي كنت تعرف. دياب اللي انت كنت تعرفه مات الله يرحمه ويحسن إليه، لكن دياب ده واحد تاني اسمه ديابو محمود من جنوب أفريقيا. زي ما بقيت انت حد تاني. اسمع يا حسام، مفيش حاجة تقعد على حالها، واحنا كده ولا كده محتاجين البعض. يعني ايه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحوا صفحة جديدة. واني حمد يدي ليك. ننسى اللي فات؟ لا انت بيجح بجاح يا اخي. احسن لك تنسى زي ما انا حنسى. اسمع كلامه يا حسام، دياب عايز مصلحتك. انت تخرس خالص. لا مش هخرس، اني مش هخرس، ويكون في علمك مش اني اللي شهدت عليك زور وقبضت الثمن. اللي شهد عليك زور زميلك الضابط حامد وقبض من دياب. اشتريت حامد كمان؟ طب والله العظيم عجبتني وملعوبة يا دياب. ملعوبة؟ صدقني يا حسام بيه، احنا محتاجين لك وانت كمان محتاج لنا، وكله بتمنه. مليون جنيه عربون شراكتنا، بدل ما نتقاتلوا ونتعاركوا خلينا نستفيدوا. عايزني بعد ما كنت بكافح التهريب اشتغل فيه؟ ما انت هربت قبل كده. هربت عشان الغلابه ولا نسيت الفياجرا؟ واللي بيمرق الصغير ايه بيمرق الكبيره كمان. احنا عايزين نشتروا دماغك السم دي بأعلى تمن. ووعاك تفكر انك بجده هتتنازل. لا 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 لا، انت شريك وراسك براسنا كمان. انت مش هتتنازل، انت هتبقى قوي وهتذل كل اللي زلوك واللي باعوك. اسمع كلامي وهتعيش مالك. ولو ما سمعتوش ابقى خلي اخوك الصغير يديك المصروف. محمد بيه. يا إما تصرف عليه أنت 20% من كل عملية. ما تقبلش أقل من 25%، دول بيكسبوا ياما. وأنت أوسخ حاجة عدت عليا. حد قال لك كده قبل كده؟ محدش قال لي، بس أنا عارف. فكر يا حسام، فكر، اوعاك تغلط. الغلطة دلوقت ما بتتغفش.
علو، أريان، دولار، والبوب، رجالتي وظهري واخواتي. أجدع ناس. أهلا وسهلا. وهدان دراع اليمين، وكامل، وطاهر أنت تعرف. نتكلموا في الشغل. اسمع يا حسام بيه. أيوة، ده أنت معلم كبير وابن معلم كبير. كلام في الشغل يبقى لوحدنا. الله يرحمه. صح. طب يا اخوانا، يعني اديكوا سمعتوا بنفسكوا، لو ما فيهاش احراج يعني، مع يعني معلش كامل مش هوصيك. ها شياد جهاوي وهات لهم غدا. ها يلا يلا يا كامل. احنا متاسفين يا رجاله. اتفضل. نتفضل نعمل ايه؟ نتكلم في الشغل. ما انا قلت لما نبقى لوحدنا. ايوه ما احنا بقينا لوحدنا. اطلع بره يا طاهر. اطلع بره ازاي؟ ده انتوا اصلا ضيوفي، وبعدين اني طاهر. خلي حسام بيه على راحته. ماشي. طلعت طاهر ليه؟ خاين، خني وخانكوا قبل كده، يعني ممكن يبقى احنا الاثنين على بعض شروه. بالعربي كده ملوش امان، وروحنا في ايده ما نقدرش نستغنى عنه، لانه يعرف حاجات كتير قوي عننا. وهنعمله معاه ايه؟ هنعمله زي الكلب السعران، من وقت للتاني بنرمي له حته لحمه فيفضل تحت ايدينا. براوة عليك، براوة عليك يا حسام بيه. احنا اتفقنا على نسبتي 25%، بس ما اتفقناش على طريقة الشغل. كيف يعني؟ يعني كل واحد في ملعبه، محدش يتدخل في اختصاص التاني. انا ما احبش حد يفتي في شغلي. قصدك ايه؟ قصدي ان انت اختصاصك التعامل مع الموردين اللي بره والاتفاق على البضاعة، وانا شغلي دخول الحاجة جوه البلد والتخزين والتشوين، واقول امتى الحاجة تدخل وامتى الحاجة ما تدخلش، وانت تسمع كلامي. اتفقنا. في حاجة تانية؟ لما يكون في حاجة تانية هقولك. على بركة الله. اتفقنا. بص يا سيدي، البضاعة اتخزنت. الله ينور يا رجالة، الله ينور. صدق اللي قال، ادي العيش الخباز. على كده احنا ممكن نكرروها وندخله بضاعة يامي. لا يا خفيف، الحيلة اللي بنعملها مرة ما بنكررهاش تاني، ودي تعليمات حسام باشا. ليه؟ ده لزوم التأمين يا تغف. يعني ايه؟ ابو الليف حبيبي مالكش فيه، دخول البضاعة مصر من اختصاص حسام باشا. ليه يعني؟ خلاص خلاص يا وهدان، التدخيل ده شغلة حسام ورجالته وهم ضربيه. طب دياب بيه تأمرنا بحاجة تانية؟ طب حسام بيه كان قال لنا إن احنا ناخد من حضرتك ال فلوس. الفلوس؟ أيوه. لا في يا وهدان. أمرني يا سيد، اتفضل. شكرا. وصلوها لحسام باشا، وأنا هكلمه. بينا رجالة، ولعله خير إن شاء الله. مبارا ابو الليف. وهدان. امرني يا سيد. قفل المخزن. يلا يا رجالي.
وهدان. تمام يا سيدي، يلا يا رجال. وهدان مع وش حد طب مضلوعين خالص لحد ما يجوا اصحاب البضاعه ويستلموها، فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي. وهدان فاهم. الحمد لله لوحدي. لعله خير ان شاء الله. كده الواحد ابتدى يصحصح. الاكسلنس او مون ديو، معقوله تجاره السلاح بتطلع الفلوس دي كلها؟ اما انا كنت اهبل وانا شغال في النصب كل ده. فنان ليه في الفلوس الشمال ولا؟ واضح كده ان انا كنت غلطان يا جنرال، حقك عليا، انا اسف. اسفك مقبول المره دي. الفلوس اللي صوابعك وعماله تعد فيها دي وبتريلوا عليها ولا حاجه. دول 5000 جنيه. كل واحد فيكم لسه ليه في ذمتي 45000 جنيه يا فوره. الله. وحقنا وتعبنا وشقنا دول فين؟ لا انا عايز افهم لها كده. افهمك يا برمجي. ما انا لو اديت كل واحد فيكم 50000 جنيه في ايده هيودونا في داهيه. اللي هيضرب بيهم واللي هيروح يبعترهم على النسوان واللي هينقط بيهم في كباريه واللي هيحطهم قدامه ويقلدهم مرتين ثلاثه، وساعتها هيبان علينا مظاهر الثراء الفاحش وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلبش واحد. لو النبي الكلبوش تاني. لا والنبي عندك حق يا جمدان. تصدق ان بتوع من اين لك هذا؟ مش سايبين حد في حاله؟ ما ناوي تعمل بيهم ايه يا جنرال؟ سؤال وجيه. الفلوس دي وهحط عليهم قدهم هنفتح بيهم شركه. الشركه دي تبقى غلطه نستخبى جواه ونشتغل من خلاله. يا عيني عليك يا فوكس يا جامد قوي. وهو كده الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياه في البونبون. بس يا عمهم الشركه دي هتشتغل في ايه؟ اسهل حاجه استيراد وتصدير، كلنا شركاء فيها بنفس النسبه. مساء الخير. ازيك يا امان؟ خير يا حسام، عايز ايه؟ كان في موضوع كنا اتكلمنا. انسى خالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، انا اسفه لو تعديت حدودي. اسفك مقبول بس انا ما خلصتش كلامي. خير، عايز ايه؟ تتجوزيني؟ تتجوزيني نواس؟ بكرهك. أنا دلوقتي بس عرفت ليه الرجالة هما اللي بيتقدموا للستات. مش كل الناس محظوظين مثلك. وانت شايفه بقى ان انا حظي حلو؟ اذا الباص الكبير حابب يشوفك فحظك حلو كتير، والبواب كلها رح تنفتح لك. الباص الكبير شخصيا عايز يشوفني ليه؟ شكله حابب يعمل بزنس معك. معانا؟ طب ما الاولى ما تاخذنيش طبعا يا ديدي، يعني يشتغل مع الراجل بتاعه دياب. لا ديب خلاص شبع، بعدين طمع كتير وعمي ونسي حاله. نحن هلا عم نفتش على بديل عنه. عم نفتش على بديل. وانا بقى البديل؟ اذا نجحت بالامتحان. ده لسه في امتحان واعمال سنه و الامتحان هو انه لازم البيج بوس يعطي ابروفل عنك. واللقاء ده هيبقى فين ان شاء الله؟ انا رح دبر لك موعد سريع كتير، بتطلع بتسافر وبتتقابل. وصدقني هذه السفرة رح تغير لك حياتك كلها. رح تصير حسام الهلال الجديد، ومن بعد ما كنت عم تتقاسم الرزق مع غيرك رح تكون الملك، ملك السلاح بمصر. حسام الهلال الجديد. واضح انه فاهم شغلته منيح ومتمكن من حاله. انت متاكده من اللي عم تقوليه؟ بعتقد انه هو افضل شخص ممكن ياخذ محل دياب بمصر. رتبي لي موعد معه عندي بكرواتيا. اوكي. كونجراتشوليشنز، مبروك. Thank you.
خرجت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخاطرت بنفسك ايه؟ مش خايف؟ الضروره ليها احكام، قصدي الخيانه ليها احكام. يا ساتر يا رب. خيانه؟ خيانه مين لمين بالظبط؟ اسمع ما تلوقش معايا، انا عرفت كل حاجه. وحش وحش يا دياب، قصدي يا مستر ديابو. بالرغم من الكره اللي في قلوبنا لبعض كده لله في لله، الا اني لسه عند وعدي، لاني ما اتعودتش اخلف اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا اخي. والدليل على كده ان سرك لسه في بير، والا كنت سلمتك للحكومه. وشغلك مع البير والبضاعه اللي بتدخلها لحسابه دي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانه؟ بزنس بزنس يا دياب، بزنس از بزنس. زي ما انت كنت بتقصدني في سلاح بدخله لك وباخد نسبه، هو كمان بيقصدني فبدخله له وباخد نسبتي. فيها ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه ده اللي طقلك عرق؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه، انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس. انت بجديه بتقسم السوق بيناتنا وهتعصي الموردين علينا. والله كل شيخ ولي طريقه، وانت واضح ان انت قدمت لمؤاخذه، طريقتك بقت قرد فاشل، ما بقتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل، خلاص خسرت زباينك، نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وتراجعهم وتشوف اخطائك فين وتصلحها. انت اللي هتقول لي انا هعمل ايه؟ انا ما بقولكش، انا بنصحك، انا بنصحك نصيحه لوجه الله. عايزني ادخل لك سلاح؟ ادخل لك سلاح طالما هاخد نسبتي تلت ومتلت. انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما ياكلش معايا. بعد ما مدت لك يدي وكبرت بتعض اليد اللي اتمدت لك. واللي خلق الخلق، واللي خلق الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجن يودي الهلالي. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتحرق شياطين الانس على الجن، ولو كترت في الكلام هحرقك فوق البيع. انت بتهددني؟ حاشا لله، انا لتاني مره بنصحك، ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش، عشان شغلتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور، وانت مش حمل تعويره، وانا صبري ابتدى ينفد. ابتدى ايه؟ ينفد، وهقلب عليك القديم قبل الجديد. انا اللي هقلب عليك القديم والجديد. اسمع يا ود الهلالي، الواضح انه طريقنا بقى مختلف، ومن النهارده خد بالك وانت ماشي. خير ان شاء الله. محدش ضامن عمره. الاعمار بيد الله يا ولد البطاش. وبعدها لك تاني، لو قربت مني احرقك. حلو عجبتك؟ وديني وما اعبد احرقك يا دياب. يلا شباب. مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي، فاهمين ولا لا؟ ايوه سلام.
وحدان، ما تنساش تظبط وش العريس، عاوزه يروح للعروسة متظبط. ألو الضابط محمد الهلالي؟ أيوة، مين معي؟ مش مهم تعرف مين معاك، المهم عاوزك تعرف اللي مغلبكم وبيدخل شحنات سلاح للبلد هو أخوك حسام الهلالي. أنت كذاب، أنت مين يالا؟ كذاب، لو عاوز تتأكد أخوك عنده عملية جديدة يوم الجمعة على حدود السلوم، وما تنساش يا حضرة الضابط، ما تنساش تسأل نفسك سؤال، هو أخوك حسام ده جاب الفلوس دي كلها من فين؟ أنت مين يالا؟ ألو؟ ألو؟ كذاب، أنا كذاب. بيت اخوك، اتفضل يا محمد بيه، العز ده يا حسين. عز من فضل ربي يا محمد بيه. فاكر يا حسين واحنا صغيرين؟ كنت دايما بتقول لي اوعى تغلط يا محمد، لان اللي غلط لازم هيتحاسب. صح يا محمد، اللي غلط لازم يتحاسب. انا هقبض عليك يا حسين، لان اللي غلط لازم يتحاسب، مش انت اللي علمتني كده. تقبض عليا؟ طب تعالى نقعد نتكلم الاول وبعدين ابدا اقبض عليك. انا ما شرفنيش اقعد في بيت زي ده، جاي فلوسه من دم ناس. حافظ على كلامك، ولاحظ انك بتكلم اخوك الكبير. انا مدرك انا بقول ايه كويس، انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسام. تاني يا محمد؟ تاني تاجر سلاح؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت بجد ظالمني. ما عشان في يوم وليله يا حسام تبقى عايش العيشه اللي انت عايشها دي، حاجه من التلاته، يا بتتاجر في السلاح، يا بتتاجر في المخدرات، يا اما ورثت. وانا متقاليش ان في حد في العيله مات وراي. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك يا محمد، انت كمان مستخسر فيا العيشه دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته مستخسرها فيا؟ انت قلبك اسود قوي يا اخي، انا معرفش ان قلبك كده، معرفش. وانا معرفش ان انت كمان قلبك كده، بس من ساعه ما قبلت تتجوز الست اللي انت قتلت جوزها وانا انت اتجننت ولا ايه؟ افرض سمعتك انت ايه؟ خرجت في مخك؟ ست مين اللي انت بتتكلم عنها دي يا محمد؟ مفيش حاجة يا مان، أنا محمد شاكين. مين الست اللي بتتكلم عنها دي يا محمد؟ أنت بتتكلم عني أنا؟ أيوة أنت يا إيمان، معتزة ما ماتش بسبب المأمورية. مات إزاي يا محمد؟ حسام زقه من على الجبل ووقع غصب عني، والله العظيم ثلاثة غصب عني. احنا كنا واقفين لما كان منصور ليه حرام عليك؟ ليه؟ نعم. اتجننتي؟ بالعكس، انا عقلت، عناية فتحت.
ولاني فتحت موت ابن ايمن. وانت عايزني اخلف منك انت؟ بص يا ايمن، انا واقف قدامك اهو، عايزه تنتقمي مني انتقمي، عايزه تذبحيني تولعي فيا اعملي اللي انت عايزاه، لكن ابني لا، ابني لا يا ايمان. ومستعد بعد ما تولدي اخده ونختفي من وشك خالص، لا هتشوفيني ولا هتشوفيه. مش هتموت ابني يا ايمان. زي ما حرمت بنتي من ابوها هحرمك من ابنك. انت مخك فيه ايه؟ قلت لك ما كانش قصدي، ما كانش قصدي، ما كانش في دماغي غير منصور 14، وبعدين ما هو مش ابني لوحدي، ابني اسمه ابني. بقيت اكرهه زي ما بكرهك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بص يا مان، حقوقك حقوق ابني هتوصلك وعليهم ورقة طلاقك، بس لو اذيت ابني هضايقك، هضايقك. فكري، ابني لا، لو انت مش عايزاه انا محتاج له. دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذاب يا محمد بيه. لا دي لعبة، شكلكوا كده كلكوا عاملينها عليا. هتقولي لعبة؟ لعبة ايه؟ لما نعرف نفهم. افهم افهم ايه؟ مش انت اللي قلت لي على طاهر، وطاهر ده اللي قال لي على دياب؟ وصلت بيك الوساخة يا حسام انك تورط اخوك عشان تهرب مجرم؟ مش وقته، مش وقته الكلام ده. بيقول لك ايمان وشاهين ده في خطر، دياب خاطفهم. انت تخلص انت، كل المصايب دي بسببك. انا هحبسك يا طاهر. ده لو عرفت تمسك عليا حاجه. كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه، شاهين ده في خطر يا اخي. دي مهما كانت اختك. الو دياب، انتوا في بينكم كلمات؟ اختك ومرتك حدان وولدك هما. ابني ابني ازاي؟ مالك اتخلعت كده ليه؟ مش مرتك كانت حمله وهي ولدت على يدي والحمد لله. اسمع 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 صوت ولدك، اسمع اسمع. ايوه ايوه، سمع حسك لابوك يا زي الجوار. انا هخليك تسمع صوت اختك، اصلي مرتك تعبانه تعبانه. استنى شوي، افتحوا الباب، خلوا عندك رحمة. حرام عليك، حرام. فين؟ فين الواد عم بولدها دلوقتي؟ فين؟ يا حسين، الحقني يا حسين، الحقني ابنك خدوا مني يا حسين. اهدى شرب، اهدى خالص، طمنيني يا امام بخير. الحقني يا حسين، انا بقول فين؟ الو، اختك شهند؟ شهند؟ قطعت قلبي. اسمع يا ولد الهلال، زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو برفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، وهعملك اللي انت عايزه. اسمع يا ولد الهلالي، زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو برفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، وهعملك اللي انت عايزه. ابني
هتبعك يا دياب يا بطاش. طلع يا محمد افتح الطريق. إيمان انتي في بيتك ومعايا، انا عايزك تطمني يا حبيبتي اطمني. انا ليه بيحصل فيا كده؟ ليه دياب يقتلني؟ وليه يقتل معتز؟ انا عملت ايه؟ يقتل معتز يعني ايه؟ ما ماتش لما وقع من على الجبل، مات في المستشفى. يبقى ابن الكلب اللي قتله زي ما قتل ابني. شفت يا ايمان؟ شفت يا ايمان انك ظلماني؟ شفت انك كان لازم تصدقيني؟ عرفت ان انا على حق؟ زي ما عرفت انك تاجر سلاح. انت غبي، انت مدي نفسك في داهيه، واخدنا كلنا معايا. رجعني بيتي عشان زهرة فضيلة. اديني بيتي، اديني بيتي. ارتاحي دلوقتي يا ايمان، لما تصحى بيروح. ضميري بيأنبني يا فندم، لأني ظلمت، عشان كده أنا جاي أكفر عن ذنبي وأعترف، حتى لو اعترافي ده هيعرضني للعقوبة يا فندم. يا ريتك توضح أكتر. بصراحة يا فندم، أنا ظلمت زميلي المقدم حسام الهلالي لما شهدت عليه وقلت إني شفته وهو بيستلم شنطة فلوس من تجار السلاح. أنت واعي لكلامك ده؟ أيوة يا فندم، الحقد عماني وخلاني عايز انتقم منه. ده معناه ان انت شهدت شهاده زور. اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه يا فندم، المهم رايح ضميري واكفر عن ذنبي قدام ربنا. الف مبروك يا حسام. سعادتك عرفت انت؟ لسه الخبر جاي لي حالا ان حامد غير شهادته، وكنت هكلمك عشان اهنيك واقول لك ان احنا معاك وفي ظهرك. دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهري يا فندم. طب سؤال معلش، كنتوا فين لما حصل لي اللي حصل لي؟ يا فندم انتوا خليتوا بيا وضيعتوني، ومحدش فيكم واقف جنبي عشان اثبت براءتي. نساعدك ازاي يا حسام واحنا جهه تنفيذيه مش جهه تحقيق؟ وبعدين كان في شهود ضدك في القضيه. ايوه كان في شهود ضدك، والقانون لازم ياخد مجراه. حتى لو القانون ده مش هيحقق العدل، حتى لو هيظلم واحد بريء زي يا فندم ويترمي في السجن 3 سنين، 3 سنين يا رفعت بيه. القانون بيحكم بالادله والشهود، وانت كان موقفك ضعيف في القضيه، لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى في امل، امل كبير انك ترفع قضيه رد اعتبار وتسترد كرامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكانه اللي تستحقها. ياه سعادتك لسه فاكر يا باشا؟ متأخر أوي، الكلام ده فات أوانه.
أنا جيت لسعادتك بس عشان أثبت لك إن أنا كنت صح وإنتوا كنتوا غلط. بس هنعمل إيه؟ للأسف إحنا في زمن عشان تثبت فيه الصح لازم رجلك تيجي في الغلط. تقصد إيه؟ حامد أفندي، حامد اللي حضرتك بتقول إن ضميره صحي فجأة وخلاه يغير شهادته، ما صحيش من نفسه يا باشا، ولا كان ظابط منبه عشان ضميره يصحى. أمال إيه؟ أنا فندم دورت وراه ومسكت عليه حاجات توديه في 60,000 داهية وخيرته، يا إما يروح يغير شهادته ويقول إنه شاهد في حقي زور يخش السجن، يا إما فضحته تبقى بجلاجل ويتخرب بيته قدام مراته وولاده وبرضه هيخش السجن، بس مش عشان الشهادة الزور، عشان الرشوة. رشوة؟ أيوه رشوة سعادتك. المرتشي الحقيقي يا فندم هو حامد مش انا، لكن هنعمل ايه؟ للاسف اليومين دول بتوع الحراميه الشطار اللي يعرفوا يعملوا اللي هم عايزينه ويأمنوا نفسهم ويستفوا ورقهم وما يسيبوش وراهم اثر، والقانون ما ياخدش معاهم لا حق ولا باطل. انما اللي زي حالات يا فندم اللي عايشين بقلبهم سهل قوي تفصل لهم البدله على مقاسهم بالسنتي ويروح بشربة مية. كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وهترجع وتطلع طاقتك. الطاقة هتطلع هتطلع يا فندم، ما تقلقش عليها. لو ما طلعتش في الخير تطلع في الشر، ولو ما طلعتش في اليمين هتطلع شمال. أنا عارف إن أنت مريت بظروف صعبة، لكن ده ما يخليكش تفقد ثقتك في نفسك وإيمانك بربنا. ربنا ربنا يسامحنا ويغفر لنا جميعا يا فندم. عارف يا رفعت بيه؟ البني ادم مننا لما بيغلط يبقى شايف الغلط في اوله كبير وبيكبس على نفسه بالليل ما بيعرفش ينام، لكن مع مرور الوقت بيتعود بيبقى الغلط حته منه وما بيعرفش ينام غير لما ياخده في حضنه. ربنا يسامحنا يا فندم وسامحكم. السلام عليكم يا باشا. سمي بالله يا باشا واستلم من النوس عين امه اهو. الله ينور الله ينور يا رجاله. كده يا باشا احنا عملنا اللي علينا، مش فاضل غير انك تساوم دياب على من النوس عين امه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا، وبالمره يلم تعبينه عننا. عارف يا جنرال لو كنت معانا شفت منظر امه واحنا بناخد منها بنعمة العافيه كان قلبك هيتوجع قوي. ياكش تولع هي وجوزها، مش كفايه حرقوا قلب الباشا على ابنه؟ يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ده عيل صغير ليه يشيل ذنب اهله؟ حرام، حرمت عليك عيشتك. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، ولعله خير ان شاء الله يا باشا. طب عايز اقعد لوحدي؟ انت طرش، عايز اقعد لوحدي. تعبان صغير، تعبان صغير من نسل تعبان كبير. اي نعم مالكش ذنب في اللي ابوك وامك عملوه، بس زي ما قال لعله العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. هقتلك، مضطر اقتلك عشان اقضي على نسل البطاطشة. اي نعم بيقولوا التعبين الصغيرة ما بتأذيش، بس مين عارف بكرة تكبر وتبقى تعبان كبير زي ابوك، ولساعتك تبقى والقبر مضطر مضطر اقتلك زي ما قتل ابني ومن قبلها قتل سلمى واللي في بطنها. يا اهلا وسهلا مستر الالبين، منور. اتفضل اتفضل يا انسه ديدي، بيتكم ومطرحكم.
بصراحة يا حسام بدي هنيك على ذوقك الحلو، كتير حلو الفيلا. هو الحقيقة مش ذوقي، ذوق الحكومة المدام يعني. بيظهر الحكومة عندكم ذوقها جميل قوي. مش اختارتني، يبقى ذوقها جميل يا مستر. بهيدي معك حق. طيب وين المدام لنشكرها؟ مامتها تعبانة شوية، قالت تقعد معايا. معلش هي بتعتذر وأنا بعتذر بالنيابة عنها. منورين ومشرفين. ماشي. أريان مع مستر ألبير. ها؟ بونجور. عايزك تدلعهم آخر دلع، ما يغيبوش عن عينيك. اتفضل يا فندم، شرفنا النهارده. اتفضل اتفضل. واه جاد على روحك يا ولد الهلالي. اقتلك ولا اقتل اخوك في الاول؟ مالكش دعوه باخويا دياب، انا قدامك لو عاوز تموتني موتني. هقتله زي ما قتلت اخويا جابر في الاول. فاكر؟ فاكر يا ولد الهلالي؟ فاكر 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 يا دياب، فاكر. وانا قدامك اهو، عايز تعمله اعمله فيا. انا ليش لعب اخوي؟ جاهد على روحك يا ولد الهلالي، جاهد على روحك. عايز تموتني؟ انا قدامك اهو موتني. هقتلك يا ولد الهلالي، هقتلك لو كان اخر يوم في عمري. هقتلك هقتلك يا ولد. رح احكي المحامي تبعي، انتوا غلطانين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك؟ مش كفاية اللي جرالنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبي يا ماما. انت ايه اللي بينك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشة اللي قطمت ظهري بعد ألم أمك اللي فوقني. مستغربة؟ ألمك فوقني يا ماما. يومها مشيت من عندك وأنا هتجنن. مش مصدق انك مديت ايدك عليا، صعبان عليا منك قوي، ماشي الدنيا بتلف بيا. جالي تليفون قالوا لي ان حامد اتقبض عليه واعترف انه شهد عليا زور. ابنك بريء يا ماما، ابنك بريء. متستغربيش، كرامتي رجعت لي تاني يا ماما. اتصلوا بيا من الداخلية عن طريق سيادة اللواء رفعت وطلبوا مني ان ارجع الخدمة. مش هضحك عليك يا محمد، رفضت، ما بقتش ينفع، وقمت عشان امشي. حسام انا عارف ان معدنك اصيل، عشان كده عايز اساعدك. واذا كنت غلطت وعديت الخطوط الحمراء ممكن تتراجع وتصلح الغلط ده. يا ريت كان ينفع يا فندم. أنا خلاص خسرت نفسي، حياتي، خسرت سلمى واللي في بطنها، وقريت على كده وبس. حتى إيمان خسرتها،
خسرت ابني اللي اتولد عشان يموت. الباقية في حياتك يا حسام، لكن الباقية دي لازم تكون مختلفة. أنا عارف إن أنت مريت بتجربة صعبة، لكن اتعلمت منها. انجرحت لكن لسه عايش وبتتنفس، لكن بحكم العشرة اللي بينا مش هسمح لك تضيع حياتك. انت جواك خير يا حسام يا ابني، انا متأكد من كده. مهما كان الغلط هتصلحه. حتى لو قلت لسعادتك ان حسام الهلالي ابنك وتلميذك وضابط الشرطة هو تاجر السلاح الكبير اللي مدوقكوا بتدوروا عليه، ايه؟ زي ما سعادتك سمعت انا الكبير، كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها، مش سعادتك اللي معلمنا كده. ومعرفتش اطلعها في الخير معاكم فضلعتها عليكم. مستحيل، دي الحقيقة يا فندم وده اعتراف مني والأول مرة أقوله، ومش عارف قلته إزاي، ولو سعادتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي هقول ما قلتش وهحلف رفعت بيه. أنا ما سمعتش حاجة. يعني إيه؟ يعني جات لك الفرصة عشان تصلح الغلط من يوم ما قتلت منصور لغاية دلوقتي. مش فاهم يا فندم. الموردين اللي بره مصر. يا باشا بقول لسعادتك أنا الشيطان الكبير، والموردين اللي بره مصر اللي سعادتك عايزهم دول صبياني زي الخاتم في صباعي، أجيبهم بتليفون سعادتك. ما ينفعش يا باشا. لا هينفع، انت لازم تغلب الشيطان اللي جواك وتغلب الشياطين اللي حواليك وتعمل الصح. ساعتها اترميت في حضنه وكأني بتعلق بآخر طوق نجاة موجود، واتفقت إن أنا أتعاون معاهم علشان نوقع موردين السلاح اللي بره مصر. وعدني اللي هو رفعت إنه يعتبرني شايب مالك في القضية، واكتشفت إن مش عيب إننا نغلط، إنما العيب إننا نستمر في الغلط. الإنسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحمراء لنفسه، ما بيستناش حد يعلم عليه. طلع كلامك صح يا ماما، البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معركته الأخيرة. بعديها سافرت عشان أقابل ألبير المورد اللي بره مصر، والحمد لله قدرت أسجل له اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل إدانة. مش ده كان جيو من بيقبل قطع؟ ما كانش ناقص غير نجيب لستة بأسماء كل المتعاملين في الموضوع ده بره مصر وجوه مصر، ودي قدرت أجيبها من ديدي بطريقة مش هقدر أقول لكم عليها، يمكن أنت تاخد بالك منها يا محمد. نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا أنا كمان بدي أتحمل. حسام حبيبي شوف لنا شو عنده للروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عينيا. سيرفيس بليز. ايه
اللي انا جمعتها وصلت الاداره محمد. عارف عن طريق مين؟ مصطفى. مصطفى الاسمر المخبر اللي عندك في الاداره في الدور الثاني. ما هو ده كان المنادي اللي واقف عندي تحت الشركه بيمسح العربيات. وعملت الحفل وعزمت كل الموردين من بره البلد وجوه البلد، والباقي انت عارفه محمد بيه. قبضنا عليهم وقبضنا على دياب، او بمعنى اصح قبضتوا عليهم وقبضتوا على دياب. وانت خدت طلقه، وعلى حسب ما سمعت ان خدت علاوه محترم يا بطل. وانت ليه ما قلتليش كل ده يا حسين؟ كانش ينفع محمد، كنت هفقدك تركيزك، كنت هبقى باذيك وباذي نفسي. ده انت مش شغلانه فاهم؟ انت وجعت قلبي يا حسين. انا اسف بجد اسف. لا 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 هتودينا في داهيه يقول لك بنتعش شخصيه ظابط. لا انا باشا مواطن عادي، مواطن عادي يا محمد بيه. ولو عايز تشوف بطاقتي كمان اوريها لك. بس هتفضل طول عمرك في نظري كبير وكبير قوي يا حسين. مش تقولي لي الحمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ابن بطنك رجع، ابن الشهيد رجع، ومش ناقص رضاك يا علامة. قلبي وربي راضيين عليك يا حبيبي. وراكي رجالة ولا ما وراكيش؟ وحشتني يا حسين. ازيك يا بابي؟ ازيك يا روح قلب بابي؟ اهلا اهلا بالوحش. انت تعرف ان انا بكلمك حسين. انت لو مش عايز ان احنا نرجع لبعض أنا عارفة إن أنت كنت. طب ولو عايز نرجع؟ وحشتيني يا بابا. مش زعلان مني؟ أنت اللي مش زعلان.